السلام عليكم اهلا المشاهدين الاعزاء غزام ماني تجي المهم بسم الله وجبت الداتينو شنو نهار قنوج وقت صراحه وسي د السعدو باكاسيوني ماني تجي ماني تجي ماني تجي قايدي الكامبو قايدي الكامبو النقلي هو غني على التعليف انايا البنات راني في بني سيدال ماشي غير البنات المهم مشاهدين الاعزاء المهم ندير لكم واحد الدوره ندير لكم واحد الجوله نشارك معكم الشده والفده اللي غنشوفها بني سيدال يلا جينا اليوم عاد يلا جيت اليوم ودابا غنتغداو وغنرجع معكم ونوري لكم كل شيء خليكم معنا شي ناس كيشوفوا فيا كيموتوا 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 وانا اصلا بغيتهم يموتوا ايوا غزام شي نخام بطاطا عاود مين دوم غينق ولكن بطاطا يا المشاهدين قيقيت عبد الكبيرين الله يرضي عليك الله ينجحك وينه ايوا لا السنغله بطاطا نطمحنو ياك ايوا خاصنا الزيده هي ايوا اقار حقنهم ديال الجنه المشاهدين نوع عزن سمح ما يواها عندهم غينغ صباخشه نشوفكم كل مره فيديو المهم انا نفضاوش نتنفخ اجن نحاجف كنت داني تا دير كامبون سبحان الله سنين الشلاضه كيديروا الخيار كيديروا فيها السكر دونك بابا في حما بيتو تعجبات دو بالله يرحمك كان كيعجب له هكا شلاضه الخيار وطماطيشه وبصله وكين ديروا فيها السكر ماشي يعني ماشي ملح شويه الزيت والسكر والخل ثاري ميسيني غاد في نهاره يعطيكم الصحه عبد الكبير انا كنبغى بطاطا نمق والله الا بطاطا نمق مسمين دوم غايه وشهيره مثل المشاهدين ولكن استسمح حقكم في الجنه انت حاجه مقاسي ما عاشني مسعان الاخر كيج الدوره الفق انا نفرح الحمد لله وسمنا انا حنا وسمنا بيلاش ايوا سم يلا الضحك المهم اشنو صغار كامبو واقع ناس الكامبو يمشي تقصر ابيض صغاري اللي بعزر هادي يلا كوم هذا هو مخدم غنيك كلشي انا سعيد صافي اصلا نخدم غني كلش انا وتشماين وعز عافاك سعيد عليكم السلام عبيامي ازعم القناه باش تجيب نحشاني عمار سعد عبد الله مصعب ما سجديش ما غادي غانك بسم الله علي مصعب الزين 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 يا هارون زيد
صافي السحر هذا حاضيني صافي قد سحري الباله قد وشات الباله ما كنتي وغنقى حياه الزمان هذا الشيء السجا مارك سو نسجا سوا جازين فيه شويه قيمة قري كاسوا راسن كاهم كاغيش ندور دي 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 دير على سي نعزي عبر قادا تعزي عالي قرحو شاشن سير قادا تعزي عالي دير لها عيشه لا عيشه مسكينه جايه مشان اقمر خوري كاع نغضب على رضوان تيري الصوف غنخذي الدانيتا مسكينه تسكر لا مو اختها الزود هاكا تزفن لا انا خصني تسكر اسكت قرا نفرين بريدنا نظيره هاي الخان صياف هاذي رقفة هاذي تمنى لا لما راه مازال كيطيب وكنسى المشاهدين والله العظيم اللي كنسى باش نهضر معاكم شويه ديال العربيه ولكن اواه معليش ايه ها القصبور هاد الخنشه ما عرف لمن داروها هنايا والكرسي راه كيتعونو نشوف شنو كاين هنايا هادي راه باربه ولكن ما بقاتش غير شويه وصافي هذا راه بودنجال البنات هو مازال صغير مسكين كاينين شي وحدين هكا كبارين كاينين شي وحدين ولكن مازال عاد هذا الليمون حتى هو صغير عاد حتى هو مازال يلاه عاد كيكبر هو الكرموس مازال ما طايباش ما عرفتش واش هادي دارت الباكور ولا ما دارتوش والله ما عرفت ني غنحس بيا انه يقر بشوى توضي سير بشوى صحتكم صحتهم دير صلاة النبي ما شاء الله تبارك الله الرمان تبارك الله مراطيش اني غنموت غير قال مراطيش ياك حسن كوكو عيش المسكين صافي دوني انت وكش مع باربح ني غا ما يستكس نهارني طوماطيش نها مزيان طوماطيش راني صوغي سنيها مزيان نزيد قشراضه ساليتها فرفري تقسين فلفلة حارة داك النهار حيدت لنا ملي مشينا عند سعدي يا اختي حيدت لنا شي مطيشه صغيره هي مطيشه صغيس صغيره هي صلاة النبي زوينه صراحه كتعجبني انايا ولكن ملي كتكون هكا طبيعيه اكثر هي تنغسلها وناكلها ما عرفتش واش داروا لها الدو ولا ما داروا لهاش والله ما عرفت ولكن ما شاء الله تبارك الله هذه اللي ما عرفتش واش القرعه ولا بتيخ ولا ما عرفتش المهم سنا نتاكدوا شنو خسرنا القرعه قرعة هي تخسشت كيقولوا لها تخسشت شوفوا هادي هي خاسره مع هادي راهي مازال عاد كطيب هي زومبي نعاود فرفر مبوي قروفن اواه كتغديش تنواه معليش ها فلفله هادي فلفله حلوه هادي حلوه هذيك اللي هي حاره يو كيما قلت لكم هادو راه ايزومبيين ها القرعه فلعب تانية ودنجال شيبه تبارك الله ما شاء الله صلى على النبي اللهم بارك الكرموس المهم عندهم واحد بلاصه هنا غير صغيره لكن ما شاء الله يعني كيديروا فيها غير شويه شويه ايوا صافي هادشي اللي كاين كاينين شي بلايص اخرين عاوتاني المهم نهار اخر راني معاكم عاد زعما قوم عزي عبر القلعه مسكين يتقداني تسيره ايوا سيدي فاني غنقيمن يا الدرم شانا هادي دار ديال اختي البنات شوف دار ليها عاوتاني هاديك ديك هكا باش يبقاوين جلسوا هنايا يتعونوا ها هو الحاج اللي اي العماي نقم اميري تراغد عندي عندي ليه عندهم تماك البقر صافي
هذا الشيء. وكان يلا المشاهدين الاعزاء الى فيديو اخر ان شاء الله غدا، واحد الفيديو اخر ان شاء الله في شي بلاصه اخرى. يلا نخليكم على خير.